ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لميكي والمتسابقون. سباق ميكي ماوس بتلال الهيلا هوب في هذا العام سوف يكون في الهواء. طيروا! بدأ السباق ببندو في المقدمة، وبعده قائد السماء دونجو الطيار. أهلا يا سيد سماء. لا وقت للتحية يا سيد المتسابق، كل ما عليك هو فقط يا للأسف. يا له من منطاد لطيف، لا أصبر حقا على فرقعته. لست الوحيد الذي يعرف بعض الحيل. لا تطير، هذه مفاجأة. تسعدني رؤيتك في الجوار. أيتها الفتاة الفأر الطائرة. ولهذا لا يجب أن تعبث مع ميني. لم أنتهي منك، لا تختبئي يا فأرة. كيف جرؤت؟ سأساعدك يا ميني. تشبثي جيدا يا ميني. سأفعل يا ميكي. قطع واحد وسأعود للسباق وأفوز به. لن تؤذي أبدا ميني ماوس. مستحيل يا ابن عمي. دونجل، العائلة أولا، ألا تذكر؟ أجل، ولهذا لم يصح أن تغش ابن عمك أو أصدقاء ابن عمك. سأفعل ما هو أكثر. انتبه لما تفعل. اقفزي يا ميني. شكرا لك يا ميكي. أعطني هذا. أحسنت يا دونجل. أنتما بالتأكيد بطلاي المفضلين. أحسننا صنعا، صحيح؟ هذا بالضبط ما يعنيه العمل الجماعي. بعد إزالة الغشاش دونجو الطيار من السباق، أصبح المتسابقون في مرحلة اللفة الأخيرة. من هو الفائز؟ ديدي، دونجو، ميكي أو ميني؟ إنه دونجو. شكراً لكم يا أعزائي، أنا مجنون بي أيضاً. شكراً لتحيتي، صوروا جانبي الوسيم، أي كل جوانبي. دونجو أتى وفاز بالسباق، لكن مساعدته لأصدقائه كانت فوزاً حقيقياً. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، وستشاهدون ميكي والمتسابقون على ديزني جونيور.